المقارنه ما بينه وما بين علي معلول. ما نوصل للمقارنه خلينا نتكلم في بقيه الصور لو عندنا خلاص. لا يبقى خلينا نروح لمقارنه ما بين علي وما بين دي الجبهه اللي هي الجبهه الشمال القويه اللي هي في احمد شديد قناوي. طبعا الجبهه الشمال القويه علي معلول واحمد شديد قناوي في النادي الاهلي. يبقى احمد شديد قناوي الانتاج الحربي وعلي معلول في النادي الاهلي. يمكن علي معلول 29 سنه، احمد شديد 33 سنه. يمكن احمد شديد قناوي معاه اربعه، بص حضرتك على البطولات بتاعته واخدها مع النادي الاهلي، اربعه دوري، اثنين كاس سوبر افريقي، واحد سوبر مصري، ثلاثه دوري ابطال افريقيا، يعني لعيب عنده خبرات افريقيه كبيره جدا. علي معلول عنده ثلاثه دوري مصري افريقيه ومحليه، كاس مصر، كاس سوبر، دوري تونسي، هداف دوري تونسي. فانت بتتكلم على باكين شمال من في منتهى القوه. علي معلول لعب 291 في كل الانديه، مسجل 51 هدف وعامل 71 اسيست. احمد شديد قناوي لعب 398 في جميع الانديه، عامل 60 اسيست، رقم كويس. 60 رقم كويس، ومسجل 22 هدف، يعني يعتبر من اعلى الباكات في مصر في تسجيلا للمصريين، تسجيلا اهداف وصناعه كمان 60، يعني كل سنه بيديك اسيستات كتير. والمجوله الاولى صنع هدف وتسبب في هدف، اللي هي الجبهه اليسرى اللي فيها احمد شديد قناوي. نخلي بالنا منها النهارده، اعتقد ان هيبقى قدامهم سواء محمد هاني واحمد فتحي وحسين الشحات، يخلي بالهم من الجبهه دي لان فيها احمد شديد قناوي وفيها موسى ديوارا، الاثنين في منتهى القوه. الجبهه الشمال للانتاج الحربي.